السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 من اخر فيديو عملناه سوا. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جديدة ومختلفة وهتحبوها قوي. وزي ما انتم شايفين كده معايا كيسين دولة بتاع دوريتوس، واحد فلفل حلو وواحد جبنة متوابل. انا يعني حطيت ده وده، عايزة الطعم يعني يبقى ده على دوت، جبنة على الفلفل تدي طعم كده ميكس حلو ما بينهم هما الاتنين. خليكم بقى معايا عشان تشوفوا احنا عملنا بيهم ايه، وتابعونا لاخر الفيديو. ويا ريت قبل ما نبتدي ما ننسوش بقى اللايك، واللي مش مشترك يشترك والشير. وخليكم معايا. بصوا بقى المكونات اللي معايا. انا معايا طبعا التوابل بتاعتي اهي: بصل بودر، توم بودر، بابريكا، فلفل اسمر، شطه، قرفه، ملح، معايا بيضتين، معايا فراخ مقطعه كده، يا صدر مقطع زي ما انتوا شايفين حتت كده اهي، حاطه له خل طبعا غسلاه وحاطه له خل. بقى احط عليه بقيه التوابل بتاعته. عصرت عليه بردك ليمون بعد ما غسلته. هحط بقى التوابل كلها، هكسر البيضتين واحط عليهم بقى التوابل. هقلبهم بقى واحط عليهم فلفل اسمر وملح. شوية ملح صغيرين كده، فلفل اسمر، دول بس للبيت كده بس. هنا بقى هحط بقى التوابل بتاعتي برضك. هنا القرفة دي معلقة كبيرة كده، البابريكا، الشطة حبة صغيرين كده، طبعا ما حطيتش هنا فلفل اسود، حط حبة، البصل البودر، ثوم البودر بقى. كل ده طبعا ايه هقلبه بعد كده تقليبه حلوه قوي. واحط الملح بردك، بس عشان ما تملحش. واقلبهم بقى تقليبه حلوه ايه، والم التوابل واجيلكم. خلاص كده انا قلبته حلو قوي. هحط بس شويه حوالي معلقتين كده دقيق. خلاص كده انا قلبت الفراخ تقليبه حلوه قوي. معايا بقى البيض اهو، ومعايا معلقتين دي كبار، ومعايا بتاع نص كوبايه لبن. هحط كل ده بقى هنا عليها. احط البيض، هي الفكره بدل ما انا احط التوابل واقعد اقلبها، لا انا بحطها كلها على بعضها كده. عشان اقلب دي بس الاول حلو، وبعدين ايه احط عليها بس معلقه 2 دقيق دول، ممكن كمان اقل شويه من الدقيق. حبه كده انا احط المعلقتين كلهم، مش هقلل منهم، واقلبهم بقى تقليبه حلوه. واروح ايه حطهم في الثلاجه بقى يشربوا شوية كده من طعم التوابل بتاعتها كده واللبن بس كده. خلاص كده بقى انا تبلت الفراخ بتاعتي. هحط بقى البريك كده عشان اطحنه.
هطحن وارجع لكم تاني عشان الصوت. بصوا كده انا بقى طحنت الدوريتوس اهو، هجيب بقى كله كده. وهنشوفوا بقى هنعمله بيه ايه بعد كده. خلاص كده بقى هبتدي اتبل الفراخ بتاعتي بقى. مش هتبلها طبعا، انا هنا بقى بالدوريتوس كده. وهحطها بقى كده ايه، هرصصها. هعملهم بقى كلهم بنفس الطريقة كده وارصصهم هنا، هرجع لكم تاني. خلاص كده انا خلصت الفراخ بقى، احطها تستوي في الفرن وبعد ما اطلعها نشوفه بقى شكلها ايه. دلوقتي بقى هنعمل الرز مع بعض. الرز اصفر، احط الاول الزيت ومعايا بصلة كده انا مقطعاها اهي، هحطها. ابتدي بقى ايه اقلبها تقلبتين كده في الصفار يعني، وجاهزة معايا برضك بشوية توابل كده وشوية بهارات. يعني هنا معايا ورق لوري واتنين فص حبهان واتنين مستكة هحطهم معاها. هقلبها شوية وارجع تاني اكمل. هحط بقى التوابل، هحط هنا معايا كيري، معلقة كبيرة حلوة كده كيري، معلقة كركم، وهحط فلفل أسمر وقرفة، واللي عنده قرفة اللي هي العيدان يحط، لو عايز مش عايز يحط اللي هي البودرة. وهحط شوية شطة صغيرين. احط الملح بردك. بس كده واقلبهم. وجهز بقى بالرز. عايزه اقول لكم ان ريحه البصل كده جميله جدا بالتوابل اللي هي موجوده فيه. طبعا الحبهان والورق اللوري انا بعد ما هسوي الرز هطلعهم، يعني طبعا مش هيتعرف في مش هيتحطوا مع الرز، هيتشالوا بعد كده. خلاص كده انا بقى هحط الرز بعد ما غسلته. خلاص بقى احنا عرفنا ان الرز لازم يتقلب الاول قبل ما تتحط الميه او الشوربه بتاعته. وجهز بقى ايه بالميه بتاعته. خلاص كده انا عطيته تقليبتين حلوين اهو، هحط بقى الميه بتاعته. خلاص واسيبه بقى ايه ياخد السوا بتاعه. بصوا كده الرز خلاص اهو استوى اهو، اهو شايفينه عامل ازاي، لونه عامل ازاي وريحته طبعا جميلة جدا. طبعا انا شلت الحبهان والورق اللوري اهو، طلعتهم منه. وهبتدي بقى ايه اجهز بقى بالاطباق واحط بقى. يلا
كده خلصنا بقى اكلتنا الحلوه الجميله الخفيفه اللي الاولاد هيتهبلوا عليها. طبعا الرز الاصفر بريحته وطعمه تحفه. طبعا عملنا الفراخ طبعا بالشيتوس، فكره جميله جدا. بصوا طري من جوه ومن بره مقرمش جامد وجميل، طبعا الطعم بتاعه جميل جدا. شويه السلطه وحاجه بسيطه، شويه شيبسي، يعني عملنا كده وجبه جميله وخفيفه الاولاد هيحبوها قوي، ومكوناتها بسيطة وبرضك سهلة ومفيش أي حاجة. ويا رب يكون الفيديو عجبكو، ويا رب كده تكونوا برضك معايا في كل فيديو إن شاء الله. وما تنسوش بقى اللايك والشير، واشوفكم بقى في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.